أبناء وبنات طلبة بكالوريوس الطب والجراحة الدارسين للجراحة العامة This is Dr. Baki from Egypt, Professor of General Surgery in a series of surgery made easy for undergraduate medical students. We are revising surgery from manual of surgery a book written by students for students. المرة اللي فاتت هنستكمل النهاردة موضوع التيتانوس. المرة اللي فاتت وقفنا على الـ period of onset. وقلنا الـ period of onset دي مهمة جدا لأن بتحدد الـ prognosis بتاعة العيان وإن هي المسافة الزمنية ما بين ظهور أول عرض اللي هو التريزمس أو ديسفيجيا وظهور التشنجات وإن دي لو هي أكتر من يومين بيبقى الـ prognosis better لو هي أقل من يومين بيبقى الـ prognosis bad. أوكي دي بقى بتختلف عن إيه؟ بتختلف عن حاجة اسمها incubation period. incubation period دي ملهاش أهمية أوي. ليه؟ هي عبارة عن إيه؟ الفترة ما بين دخول الميكروب الجسم وظهور الأعراض اللي هي تريزمس. فالفترة دي ممكن تتراوح من 3 أيام ل 3 أسابيع. وساعات في حاجة اسمها latent tetanus ممكن علشان يظهر incubation period دي ممكن تقعد شهور وسنين. عشان كده ايه ملهاش ريبركشن على العلاج او المانجمنت او اي شيء انما اللي ليه انعكاس مهم اللي هي البيريود اوف اونست. اوكي وهنا تاني تكرار للكلام اللي احنا قلناه قبل كده بيحصل الوند موستلي في الفوت بيبقى ستيب اون rusted nails بيخش الأورجانيزم بيحصل له germination وبيبتدي يفرز الاكسوتوكسين بتاعه اللي هو التيتانوسباسمين. التيتانوسباسمين بيروح للسباينال كورد عن طريق الأكسونز وعن طريق البلاد فيسلز بيعمل هنا blocking للإنهبيتوري ستيمولاي فبالتالي السباينال كورد بيبقى في حالة continuous stimulation وده بيبدأ في الأول عضلات الوجه والفك والرقبة وبعدين ينزل بالتدريج على بقية عضلات الجسم في ظرف يوم أو يومين أو أكتر. في الوجه بيعمل rhizus sardonicus بيعمل difficulty in speech, difficulty in swallowing, withdrawing of saliva وبعد كده بيحصل ايه convulsions. اهم حاجة الconvulsions بتبقى on top of rigidity يعني rigidity عمرها ما بتروح عشان ده بيفرق التيتانوس من strychnine poisoning. strychnine poisoning in between convulsions في muscle relaxation انما في التيتانوس in between convulsions المuscles are still tonic and rigid. اوكي في حاجة بقى مهمة في التيتانوس اسمها الاسباتولا تيست. انت لما بيجي لك عيان الاستقبال وعنده رايزس سيرادونيكس وبش قادر يبلع وبش قادر يفتح بقه بتشك ان في تيتانوس. هل في مختبر معين او لاب معين ممكن تعمله يأكد هذا التشخيص؟ للأسف ما فيش. يعني من الناحية النظرية لو قدرت تقيس الاميون تيتانوس اميون جلوبلين في دم هذا الإنسان وطلعت عالية طلعت تتر عالي فده بيقول لك لا اللي قدامك ده مش تيتانوس بس ده ما بيتعملش ومش أبيلابل. هل في إيميجينج ستادي هتساعدك؟ برضو ما فيش. يبقى إذن تشخيص كلينيكال. من ضمن الحاجات اللي بتساعدك في التشخيص السباتولا تيست. لو جبت سباتولا ولمست بيها البستيو فارينكس والأورو فارينكس بتاع العيان ده نورمالي بيبقى فيه جاج ريفليكس. جاج ريفليكس يعني العيان بيحاول يتآية او بيطرد الايه الاسباتولا. فالعيان بتاع التيتانوس بيحصل العكس نتيجة الاسبازم بتاع المسيتر مصر بيقفش على الاسباتولا بيقفش على الاسباتولا ما بيحاولش ايه يطردها. فالاسباتولا تيست ده بيقول لك ان كلينيكال بيكتشر اللي قدامك دي بيكتشر اوف تيتانوس.
ده استعراض لبقى تايبس اوف تيتانوس اللي ممكن تقابلها في حياتك. ده ابستوتانوس في نيونات، ده اللي هو نيونيتال تيتانوس. في حاجة اسمها لوكال تيتانوس. لوكال تيتانوس يعني ايه؟ بقرب الجرح، ادي الجرح اللي حصل، مجموعة المصل اللي هي نير للجرح هي اللي بس اللي بتخش في سباسم، هي اللي بس بتخش في سباسم. ده طبعا البروجنوزس بتاعه كويس بمقارنته بالجنراليز تيتانس. اوكي، في حاجة اسمها سيفاليك تيتانس. سيفاليك تيتانس بيصيب عادة الاوكيلوموتور نيرف والفيشال نيرف، فيشال نيرف والاوكيلوموتور نيرف، وده اوف فيري باد بروجنوزس. في حاجة اسمها بالبر تيتانس، بيصيب النيرفز، الكرينال نيرفز اللي طالعة من البالب او المدلة اوبلونجاتا اللي هم 12 و11 و10 و9، ودي طبعا بتتحكم مينلي في عضلات الديجلوتيشن والسوالونج، وده فيري باد بروجنوزس. في البوست اوبرتيف تيتانس، وده برضو مورتاليتي فيه عالية جدا. في بيربرال تيتانس اللي هو بيعقب ايه؟ سيبتك ابورشن. سيبتك ابورشن ممكن يؤدي الى تيتانس. في اوتيتس ميديا تيتانس، الميكروب بيخش عن طريق البورفوريت الدرام وممكن يعمل ايه؟ تيتانس. اوكي، فدي الميجور تايبس اوف تيتانس اللي انت ممكن تقابلها في الكلينيكال براكتس. نيجي بقى للمانجمنت، المانجمنت بتاع الكيس. اوفر فيو سريع كده، نمره واحد العيان لازم يخش اي سي يو، الاضاءه بتاعتها ضعيفه وهاديه جدا. ليه؟ لان العيان ده اي ستيمولس، اي صوت بيسمعه او تاتش او ضوء بيدخله في كونفالجنز، بيدخله في تشنجات. فده ايه؟ ده نمره واحد، ده بالنسبه للادميشن بتاع العيان. نمره اتنين، نمره اتنين لازم تديله تي تي اللي هو تيتانوس توكسويد، اللي هو ال 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 المصل بتاع التيتانوس. تيتانوس ليه مصل وليه لقاح. المصل بتاعه تيتانوس توكسويد، اللقاح بتاعه تيتانوس توكسويد، والمصل اللي هو تيتانوس اميون جلوبلين. المصل ده اللي هو الانتي بوديز الاميون جلوبلين جاهزة، مصدرها هيومن. اللقاح بقى التوكسويد اللي هو تيتانوس توكسويد، يبقى بتديله تيتانوس اميون جلوبلين اللي هو هيعادل يعمل نيوتراليزيشن للتوكسينز اللي هي لسه ما وصلتش السباينال كورد. التوكسينز اللي وصلت السباينال كورد خلاص بتبقى فيكسد وغير قابله للنيوتراليزيشن، غير قابله للنيوتراليزيشن. فالعيان اول ما بيخش بتديله تي اي جي تيتانوس اميون جلوبلين جرعه حوالي 3000 وحده، وبعديها بعده ساعات بتعمل ديبرايدمنت للووند. الووند ده بيبقى فيه باسلاي بتفرز اكسوتوكسينز، فبتعمل اكسيجن للووند في الرينج بتاع 2 سنتي حوالين الووند في النورمال تيشو، بس بعد ايه؟ فيو اورز من ان انت تديله تي اي جي، لان انت لو عملتها ايميديتلي ابون ادميشن قبل ما تديله تي اي جي هيومن تيتانوس اميون جلوبلين هتعمل موبيلايزيشن للاكسوتوكسين. انما تدي تيتانوس اميون جلوبلين افتر فيو اورز بتعمل ايه؟ ديبرايدمنت للووند اللي هو تتسبب في التيتانوس، وبتدي في نفس الوقت تيتانوس توكسويد. التوكسويد ده بقى اللي هيشغل الايه؟ الاكتيف اميونيتي بتاع العيان. هنا انت بتدي له باسيفلي الاميون جلوبلين، التيتانوس توكسويد هيحفز جسمه ان هو يطلع اكتيف ايه؟ اميون جلوبلين اجينست التيتانوس. كنا زمان بندي اي تي اس، انتي تيتانيك سيرم. انتي تيتانيك سيرم ده مصدره من الهورس، السيرم جاي في الانتي بوديز من الهورس. طبعا ممكن يعمل سيفير الرجينستي والعيان يموت. عشان كده لو ما عندكش تي اي جي وما فيش غير اي تي اس، لازم قبل ما تديه تاخد منه 1 سي سي وتحللها ب 10 سنتي ملح وتديها سبكوتينسلي في الفور ارم اختبار حساسيه، وتشوف الريسبونس عند العيان قبل ما تديه، والا ممكن تعمل للعيان سيفير انافلاكسيس. موستلي ده دلوقتي بطل، وبقى اللي بيستخدم دلوقتي التي اي جي.
مهم أوي بقى إن احنا ندي أنتيبيوتيك ضد الإيه؟ كوليستريديوم تيتاناي. كنا زمان بندي بنسلين، دلوقتي مور إفكتيف بندي فلاجيل نص جرام في الوريد كل 8 ساعات لمدة 10 أيام. يبقى مندخل العيان المستشفى في isolated quiet room في الـ ICU وبنديله TIG بسرعة، وبعد الـ TIG بنعمله debridement للوند وبندي TT tetanus toxoid وبنديله فلاجيل نص جرام في الوريد كل 8 ساعات 3 مرات في اليوم لمدة 10 أيام. في بقى بعض الأدوية في الـ ICU، العيان ده طبعا ممكن يقعد في الـ ICU شهر أو شهرين، هيتكلف فلوس كتير جدا. انت بتسيطر على وضع انتظارا لايه؟ انتظارا لظهور سينابسز جديدة في السباينال كورد، فيها فيزيكلز جديدة، فيها انهبيتوري نيورو ترانسميتر جديد. فانت الموضوع unpredictable. هتحتاج بقى في الرعاية المركزة كمية عقاقير من ضمنها كلوربرومازين، ده ألفا ريسبتور بيقلل من السمباثاتيك اوفرلود اللي عند العيان. الهايبر ستيميليشن للسمباثاتيك بيعمل العيان لبايل هايبرتنشن وبيعمل له اريزمز، فبيحتاج كلوربرومازين. بيحتاج دازيبام في الوريد علشان يعمل سيديشن ويعمل ماسل ريلاكسيشن ده انتي كونفالسنت. بيحتاج مورفيا فور بين. اوكي، طبعا العيان هيحتاج تركيب نيزو جاستريك تيوب فور نيوتريشن، لان العيان ده مش هتقدر تديله حاجه بالفم لان عنده سباستيسيتي في الفارينجيال ماسل فما بيقدرش يبلع. اوكي، ولازم تكون جاهز في البيت سايد جنب منه بالكيت بتاع تراكيوستومي تيوب عشان لو اتخنق وحصل له لارينجيال سبازم لازم تعمل له انتيوبيشن. اوكي، في الحالات السيفير بقى، الحالات اللي هو سيفير كيس ودخل منك في ابستوتنس وبيحصل له ابنيا وبيحصل له لارينجال سبازم وبيجي له سيانوزيس، لازم تعمل له انتيوبيشن وتدي له كوراري. كوراري ده بيعمل كومبليت ماسل ريلاكسيشن، من ضمنهم طبعا عضلات التنفس، فلازم تحطه على الفنتيليتور. طبعا في الفتره دي طبعا بتهتم بقى بايه؟ بتقليب العيان عشان ما يجلوش بريشر سورس، والعيان ده هيحتاج كاستريزيشن وهيحتاج كير تو ذا باول هابت، كل المانجمنت الروتين مانجمنت بتاع عيان في الاي سي يو. اوكي، ايه اسباب بقى الكوز اوف ديث في عيانين التيتانوس؟ كان زمان السبب الرئيسي للديث لارينجيال سبازم، تبص تلاقي الفوكال كورد قفل والعيان مش قادر ياخد نفسه، او اسبيريشن نومونيا. Aspiration pneumonia. إنما دلوقتي طبعا ممكن تلحق العيان قبل المرحلة دي إن أنت تركب له تيوب endotracheal intubation. فبقى السبب الرئيسي اليومين دول cardiac arrest من autonomic nervous system dysfunction اللي بتيجي ليت للعيانين دول، واخد بالك؟ فبيحصل severe arrhythmia وممكن يحصل له cardiac cardiac arrest. لو العيان بتاعك عاش، المورتاليتي طبعا حوالي 40-50% in best hands، 40-50% in best hands. لو العيان بتاعك عاش، لازم تتذكر ان الاصابه بالتيتانوس لا تعطي مناعه للتيتانوس، فلازم تعمل ليميونايزيشن للعيان بتاعك بتيتانوس توكسويد بثلاث جرعات ما بين الاولى والثانيه شهرين، وما بين الثانيه والثالثه 6 اشهر. وطبعا انتوا كلكم عارفين الاطفال بياخدوا التطعيم الثلاثي التريبل فاكسين اللي هو دي تي بي ضد الدفتيريا والتيتانوس والبرتاسس، وبياخدوا ثلاث جرعات في الاسبوع العاشر والاسبوع الاربعتاشر والاسبوع السادس والعاشر والرابع عشر، وبعد كده عند 18 شهر يعني تقريبا بعد سنة ونص بياخدوا بوستر دوز، وعند دخول المدارس بياخد بوستر دوز عند سن 5 سنوات، ولازم بقى كل 5 سنين ياخد بوستر دوز. اوكي، طيب مهم جدا طبعا
لما العيان يجي لك الاستقبال بجرح، بتشوف انت الجرح ده وبتسأل عن الهيستوري اوف امينيزيشن للعيان. الجرح لو هو كلين انسايزد ووند، ما مضاش عليه اكتر من 6 ساعات والعمق بتاعه ما يزيدش عن 1 سنتي، الجرح ده نوت برون فور تيتانوس، يعني احتمال ان يجيله تيتانوس ايه انلايكلي. اي جرح تاني بقى هيبقى مور برون تو تيتانوس، يعني اي حاجه غير المواصفات اللي احنا قلناها دي هيبقى مور برون ان يجيله تيتانوس. فاللي مور برون ان هو يجيله تيتانوس ده، بتسال العيان هل انت خدت بوستر دوز اخر 5 سنوات؟ لاما يقول لك اه، لاما يقول لك معرفش. واخد بالك؟ لو قال لك اه، تقوم يكفي ان انت تعمل ديبرايدمنت للووند وتديله تي اي جي، تيتانوس اميون جلوبلي، لو هو كان اخر 5 سنين خد جرعه تدعيميه. لو العيان قال لك لا بقى، لازم تديله حقنتين، واحده مصل واحده لقاح، واحده تي اي جي اكت علشان باسيف اميونتي عشان تكافح اي سم للتيتانوس، واحده تيتانوس توكسويد، وتبدا معاه اللي هو ايه البروجرام بتاع الفاكسينيشن اجينست تيتانوس. اوكي، تعال نشوف بقى سريع كده بعد ما عملنا الاوفر فيو، نشوف مانيبال بيقول ايه في الموضوع ده. طيب مانيبال بيقول لك ايه، بيحكي لك حكايه قد ايه التيتانوس ده شرس جدا وبيعمل موربيديتي ومورتاليتي عاليه جدا. فبدأ الشابتر بتاعه بقصه، قال لك جات لنا بنت عندها 18 سنه عندها تيتانوس عشان دست على مسمار، وجالها تشنجات، وجالها لارنجال إديمة، وجالها ايه كاردياك اريست. عملنا لها ريساسيتيشن ودخلناها للرعايه المركزه، قعدت في الرعايه المركزه 2 شهر عقبال ما فاقت وطلعت من المستشفى. واخد بالك؟ هو بيقول لك طبعا ايه، انا بحكي الحكايه دي ليه؟ عشان عايز اقول لك حاجتين، الاميونيزيشن مهم جدا، الوقايه مهمه جدا، لان المرض ده الموربيديتي والمورتاليتي بتاعته عاليه جدا. نمره 2 ان هو مرض خطير والمورتاليتي والموربيديتي بتاعته عاليه. نمره 3 لو بذلت فيه جهد ممكن تنقذ العيان. طيب نيجي بقى بعد كده للايتيو باثوجينيسيس، يعني ازاي المرض ده بيعمل المشاكل. فقالك طبعا الكولستريديوم تيتاناي بتخش عن طريق جرح، الجرح ده ممكن يكون تريفيال وليه مواصفات معينة، ممكن يبقى فيه ديفيتالايز تيشو إلى آخره. وفي الأحوال الآتية بقى إيه السيناريوز، ممكن يبقى إيه أمبليكال كورد في النيونات، وخصوصا في الأماكن الفقيرة بيحطوا كاو دانج على الأمبليكال ستام، ودي الفيري فيتال بنسبة تقريبا من 90 إلى 100%. أوكي؟ ممكن يبقى في ووند، الووند ده mostly incurred في الفيلد أو في تربة زراعية فيها مانيور عشان السبورز موجودة في الانيمال دانك، وسبيشالي لو الووند ده في أذر أوروبيك أورجانيزم، لأن الأوروبيك أورجانيزم بتستهلك أكسجين والكلستيديوم تيتاناي بتحب الوسط الإيه الأنيروب. ممكن جدا تكون ماينور إنجري إيفن فورجوتن، واخد بالك؟ زي ما قلنا إيه، واحد بيعتني بالجنينة بتاعته وفي شوكة من الوردة دخلت في صباعه ونسيها. البانكشر دي ممكن تؤدي إلى تيتانوس ده وهو نان immunized، واخد بالك؟ وفي تيتانوس بيجي مع السيبتيك ابورشن، وفي سيرجيكال اوبريشن بوست اوبتيف تيتانوس زي ما شفنا. هنا بقى مانيبال بيقول لك ايه كاركترستيك بتاعت الونس اللي هي ممكن تؤدي الى تيتانوس، وحطيتها في ال 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 الكلمه بتاعت ايه تيتانوس تي تايم، الوند اللي هو فات عليه اكتر من 6 ساعات مور برون تو تيتانوس، تيتانوس اي extensive contamination by soil و feces و rust، دي بيبقى فيها السبورز بتاعت التيتانوس الدرامستيك. تي tissue devitalized or denervated very good medium for tetanus. اي animal or human bite in no less than 1 centimeter depth، يعني لازم يكون جرح عميق. يو ulcer or wound deep ulcer or deep wound are more prone. S
stellate wound, burst type wound are more prone. اوكي. وبعد كده بيقول لك اول ما التيتانوس يخش الجرح يطلع اكس توكسين، بيطلع نوعين من السم، واحد يحلل الار بي سيز، واحد اسمه تيتانوس باسمين، ده نيوروتوكسين. اوكي. التيتانوس باسمين يعمل ايه بقى؟ التيتانوس باسمين يمشي في الاكسونز ويوصل لغايه الانتيريور هورن سيلز، بيعمل ايه؟ بيعمل انهيبيشن للريليز اوف كولين استريز. الكولين استريز ده انزيم بيكسر الاستايل كولين. طالما الانزيم ده انهبيتد، الاستايل كولين اللي هو بينبه الموتور اند بليد هيبقى زياده، وهو ده اللي يؤدي الى كونفولجن ويؤدي الى سباستيستي ويؤدي الى ايه؟ سباسم. الانهبيشن اوف ريليز اوف كولين استريز انزيم يعمل اكيوميليشن للاستايل كولين. اوكي. وفي حقيقه مهمه جدا، ان بيقول لك التوكسين متى ما وصل للنيرفس تيشو بيبقى فيكسد ومش هتعرف تعمل له نيوتراليزيشن. اوكي. وان في حاجه اسمها البيريود اوف اونست قلناها وشرحناها. اوكي. وهنا بيعيد تاني الفيفربل كونديشن اوف ديفلوبينج تيتنس، هيجي لك الاستقبال، واحد مجروح النون اميونايزد كان ديفلوب تيتنس، الجرح اللي فيه فورم بودي كان ديفلوب تيتنس، امبروبر استراليزيشن وانت شغال او في العمليات ممكن تؤدي الى تيتانوس، الجرح اللي فيه ديفيتالايز تيشو، الجرح اللي فيه انيروبيك كونديشن يعني فيه كو اكزيستنس اوف ايروبيك اورجانيزم زي الاستاف والستريبت بتستهلك اكسجين فبتوفر الجود ميديوم للكولستيريديوم تيتاناي. وبعد كده بيستعرض السبيشال تايبس اوف تيتانوس، شفناها التيتانوس نيوناتورم اللي هو بيسميه ذا ايث داي ديزيز، واللوكال تيتانوس شفناه، والسيفاليك تيتانوس شفناه، والبلبر تيتانوس شفناه. اوكي. احنا بنركز على الحاجات اللي احنا نسيناها. الليتنت تيتانوس يعني جرح قديم مضى عليه شهور وسنين عقبال ما يعمل ايه؟ عقبال ما عمل تيتانوس. والبيور بيرال تيتانوس اللي بيجي مع السيبتيك ابورشن، والبوست اوباتيف تيتانوس، والاوتيتس تيتانوس اللي هو بيجي مع اوتيتس ميديا. وبعد كده بقى كلينيكال فيتشر، العيان هيجي لك طبعا باوتونوميك ديسفانكشن ان ذا فورم اوف فيفر، تاكيكارديا، بلادر باول ديسفانكشن، هايبرتنشن، لبايل هايبرتنشن طالع نازل، ومره تاكيكارديا ومره برادكارديا، والبرادكارديا ممكن توصل لكاردياك اريست، وفي تو ماتش سويتنج. Too much sweating ده hyper over stimulation للsympathetic autonomic nervous system، وممكن العيان يجيله ايه؟ cardiac arrest. طبعا العيان ممكن يجيله aspiration pneumonia و other complication، من ممكن ال severe convulsions تعمله fractured bone. Severe convulsions ممكن تعمله fractured bone. طبعا العيان هيجيلك بcharacteristic picture بتاع trismus او lugged jaw، وهيجي لك بالديفيكولتي ان سوالونج، وهيجي لك الديفيكولتي ان سبيتش، وممكن يجي لك بسبستيسيتي اوف ذا ابدومينال ماسل لدرجه ان انت تتخيل ان هو اكيوت ابدومين وتفتحه، وفي ناس تعمل لهم لابروتومي بسبب ريجيديتي اوف ذا ابدومينال وول ماسل، وفي النهايه طلع ان عندهم ايه؟ عندهم تيتانوس. اوكي. وبعد كده ايه العلاج اوف استابليش تيتانوس؟ بيتقسم الى جنرال وسبيسيفيك. الجنرال هتعمله لكل العيانين، السبيسيفيك هتعمله للعيانين على حسب درجة التيتانوس، هل هو مايلد ولا مودريت ولا سيفير. ايه بقى الجنرال؟ قلنا هتدخله الرعاية المركزة وعرفنا السبب ايه، وبعد كده الووند كير وعرفنا هتعمل امتى الووند كير، بعد ما تدي تيتانوس اميون جلوبلين، وبعد كده لازم تدي تيتانوس اميون جلوبولين وان وتيتانوس توكسويد في نفس الوقت، بتدي المصل بتدي اللقاح. وقلنا الاي تي اس الانتي تيتانيك سيرم بطل، وقلنا علشان ممكن يعمل انافيلاكسيس. اوكي. وبعد كده قلنا اللي حل محل الاي تي اس الهيومن تيتانوس اميون جلوبولين، والجرعه بتاعته 3000 يونتس في الوريد. وبالنسبه للانتيبيوتيك المترونيدازول حل محل الكريستالين بنسلين. هنا مانيبال مديك جدول مش بطال علشان ديفرنشال دياجنوز، هل اي واحد يجي لك الاستقبال بلاك
جو يبقى تيتانوس؟ لا، ممكن يبقى عنده مشكلة في تيمبرو مانديبولار جوينت، ديفرنشال دياجنوز. هل أي واحد عنده ديسفيجيا يبقى تيتانوس؟ لا، ممكن يبقى عنده تونسيلايتس. هل أي نكر جديدي تبقى تيتانوس؟ لا، ممكن مننجايتس. أوكي، هل أي جنراليزد كونفالجنز تبقى تيتانوس؟ لا، ممكن يبقى استريكنين بويزنينج، ممكن يبقى إبليبسي. الفرق ما بين التيتانوس والاستريكنين بويزنينج إن في الاستريكنين بويزنينج ما بين الكونفالجنز والتاني بيبقى فيه ماسل ريلاكسيشن. أوكي؟ أوكي. طيب بالنسبة بقى للسبيسيفيك مانجمنت على حسب السيفيريتي بتاع الديزيز، لو هو مايلد كيس، مايلد كيس يعني مفيش كونفالجنز، هتديله ايه؟ هتديله سيديشن. اوكي، فهتديله مورفين، هتديله بنزوديازيبين، هتديله كلوروبرومازين علشان ده الفا ريسبتور بلوكر، فبيقلل من مشاكل الاستيميليشن بتاع السمباثيتك نيرفس سيستم. اوكي، وهياخد ايه؟ ديازيبام. ده في المايلد كيس، بس تكون جاهز بحاجتين، جاهز بتراكيوستومي ست ونيزوجاستيك تيوب. النيزوجاستيك تيوب علشان لو عنده اسبيريشن هتضطر تحطها علشان تغذيه منها، وتراكيوستومي تيوب علشان تراكيوستومي ست عشان لو جاله سافوكيشن ولارينجيال سبازم. لو هو سيريسلي ايل كيس لازم تركب النيزوجاستيك تيوب وتعمل له تراكيوستومي. طبعا الاول بتعمل له انتيوبيشن وهو الاعيان في الرعايه المركزه. لو التيوب فضلت في التراكيه اكتر من 10 ايام يبقى لازم تعمل له تراكيوستومي. اوكي، الدنجرس لل كيس بقى اللي هو ابتدى يجيله ساينوزس زي ما شوفنا في الفيجر ده، لازم يتحط على فنتيليتور ولازم تديله كومبليت ماسل ريلاكسيشن، يعني تعمل كومبليت باراليسيس للعيان، بتديله كوراري. اوكي، وبتحطه على الفنتيليتور والسبورتيف ثيرابي بتاع اي عيان فنتيليتد بيشنت. اوكي، والبروفلكسس بتاع التيتانوس مهم، اهم كتير جدا من العلاج. وعرفنا ان الام الحامل بتاخد 2 تيتانوس توكسويد في السكند تريمستر، 2 سكند، وان حديث الولاده بياخدوا التريبل فاكسين الدي بي تي عند سن 6 و10 و14 ويكس، 6 و4 10 10 و4 14، يبقى التطعيم الثلاثي على 3 ايه مرات، وبعد كده بياخدوا بوستر دوس عند سنه ونص تقريبا وعند دخول المدارس، وبعد كده كل 5 سنين بوستر دوس جرعه تدعيميه من لقاح التيتانوس. اوكي، لو جالك الاستقبال عيان ايميونايزد وما عندوش بروفوكاتيف انجري، بروفوكاتيف انجري يعني ايه؟ يعني جرح له القابليه ان يجيله تيتانوس، وهو الجرح السطحي اللي هو كلين انسايزد ووند اللي هو اقل من 6 ساعات. هذا الانسان واخد بالك مش محتاج غير تي اي جي. اوكي، بيقول لك immunizing who receive provocative injury is administered. إنما بقى اللي عنده provocative injury جرح ممكن يجيله تيتانوس، ده لازم ياخد الاثنين TIG و TT، تيتانوس توكسويد وتيتانوس اميون جلوبلين. أوكي، وقلنا أسباب الوفاة من التيتانوس كانت زمان aspiration نمونيا، دلوقتي بقت كاردياك اريزميا وكاردياك اريست بسبب اوتونوميك ايه ديستربنسز. اوكي، كده يبقى خلصنا موضوع التيتانوس. المره الجايه هنتكلم على جاز جانجرين. ثانك يو سو ماتش فور واتشينج ذيس فيديو. ذيس دكتور باكي فروم ايجيبت ان ا سيريز اوف سيرجري ميد ايزي فور اندر جرادويت ميديكال ستودنتس. We are revising surgery from manual of surgery, a book written by students for students. Now it's time to like, dislike, share, and subscribe.